السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي طابت اوقاتكم بكل خير واسعد الله دائما اوقاتكم. يتجدد اللقاء اليوم في برنامجكم حوار هادف مع دكتور محمد الغزالي ودايما فلسفتنا اللي أنتوا اتعودتوا عليها انه حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. آآ آآ يعني دايماً في حوار هادف بنجيب لكم المواضيع اللي هي تفيدكم فعلاً وتحقق كل الفوائد المرجوه لكم مشاهدينا الكرام. ندخل في أول على طول فقره لينا هي أخبار على الطاير. الفقره دي بترصد لكم أهم وأحدث الأخبار اللي كانت يعني خلال اليومين اللي فاتوا أو لو في ترند خلال الأسبوع أو كده وأول خبر لازم نعلق عليه إن تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الشهر العقاري الجديد ل 30 يونيو 2023 القانون قالوا انه هيتنفذ من 4 3 مارس او قالوا انه هيتنفذ من 6 مارس وصار الجدل على السوشيال ميديا والانتفاضه الشعبيه زي يعني المصريين بس صراحه بنشوف برضه انه الناس بتتكلم بادب وباحترام وبنقاش وبحوار برامج كتيره تلفزيونيه والصحافه تكلمك عن الموضوع ومين اللي قال اصل في 2.5% الضريبه التصرف العقاريه 1% للمحامين المساحه صار جدل لكن هي كقانون للشهر العقاري ان يبقى تسجيل هو حق الدوله وهو ده الصح اللي المفروض يحصل تبقى ملكيتك موثقه عند الشهر العقاري برسوم من 500 ل جنيه زي ما اتعمل القانون لكن يبدو ان في حاجات تانية كانت ومحدش عارف يرد واللي بيرد بيهد الناس على العموم يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل امر بتدخل يعني من القياده السياسيه ان يتاجل والتشريعيه النواب وافقت على هذا التاجيل حتى يونيو 2023 وبكده يحصل حوار مجتمعي يحصل نقاش مره اخرى للقانون ويبدا ان شاء الله يطلع للنور بشكل يوثق ممتلكات المصريين بشكل راضي للجميع للدوله وللمواطنين الخبرنا الثاني بنهنئ شعب قنا العظيم محافظة قنا بمناسبة العيد القومي الوطني ليها أو العيد القومي لمحافظة قنا كان امبارح الأربعاء 3 مارس 2021 كل التهاني لمحافظ قنا ومدير أمنها ولشعبها العظيم وسكان كل مناطق مركز مركز وحي حي وقرية قرية في مدينة قنا وذلك كان بناسب 3 مارس وانتصارهم على قوات الحملة الفرنسية خبرنا الثالث وزير التربيه والتعليم طارق شوقي بيقول خلاص من السنه الجايه مفيش علمي علوم وعلمي رياضه هيكون بس يا علمي فقط يا اما ادبي فقط معنا خبرنا الرابع وهنتكلم طبعا عن التعليم في حديث الساعة معنا خبرنا الرابع الرئيس السيسي يجب التواصل لاتفاق قانوني ملزم في تشغيل سد النهضة موضوع سد النهضة صار في حوارات كتير جدا الاسابيع اللي فاتت حوار مصري وسوداني وحوار أيضا من الجانب السوداني رئيس سيسي يعني بيقولك خلاص يعني احنا عاوزين حاجة قانونية ملزمة في موضوع التشغيل ده في خبر عندنا كده برضو يعني دليل على قد ايه الانتماء ودليل على ان في مشجعه من الزمالك بتتبرع بقرضها الذهبي حاجه عندها ذهبيه بتتبرع بيها عشان تجدد عقد فرجاني ساسي نتمنى طبعا لفريق الزمالك وفريق الاهلي وكل الفرق المصرية كل التوفيق نروح على حديث الساعة حديث الساعة بنتلاول الترند اللي كان موجود حديث الساعة النهاردة بنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية كل اللي بتفرج علينا دلوقتي وبيشاهدنا كان طالب أو كان تلميذ أو كان ولي أمر هو يهتم به وهي التعليم. شفنا اللي حصل في الامتحانات حاجة جميلة جدا احترازات صحية معمولة المرحلة الابتدائية ومراحل النقل الاعدادية والمراحل النقل الابتدائية غير أولى وثانية وثالثة يعني من بعد رابعة ابتدائي الامتحان كان يوم واحد للمادة كلها بديلا عن البحث الطلبة خلصت خلاص الحمد لله من الترم الاول وده شيء جميل جدا وينتبه بقى ويبدا دراسه الترم الثاني واللي قالوا انه هيبقى يحصل كل شهر اختبار تقييمي للطالب. مشكله التعليم اللي حصلت في موضوع التابلت للصفين اللي حصل اولى وثانيه ثانوي ان قال لك والله هل السيستم متعطل ولا مش عارف ايه هل الطلبه يعني تخيل طالب بعد ما راح الامتحان وقعد السيستم واقف مش عارف يعمل ايه خلص الوقت فبيقول للمشرفه اعمل ايه قلت له حبيبي خلاص روح قال لا طب المشكله مش في اروح او اعمل محضر او او مشكله في بابا وماما اروح اقول لهم انا عملت ايه حاجه يعني بعد صرف اولياء الامور وبعد تعبهم بنلاقي بعض الحاجات لازم يكون نسلط الامكانيات اولا يعني مش عارف الشباب معانا مداخلة هاتفية عن التعليم آه عشان يناقش موضوع التعليم لو معانا مداخلة نبدأ ندخلها فبص تلاقي إن موضوع الـ 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 اللي حصل ده يعني حاجة كارثية يعني أنت بتلعب على مشاعر الطالب وبتعمل على آه يعني مشكلة كبيرة جدا يروح الطالب ويقع السيستم و لازم يكون في امكانيات الاول نبدا حبه خطوه خطوه نبدا يعني نصعد سلمه سلمه انا عارف ان الدكتور طارق شوقي والقياده السياسيه والدوله عاوزه التعليم يبقى نبدا احسن دوله في العالم في موضوع التعليم ونشوف امكانيات كبيره جدا وكثيره ولكن يجب علينا ان ننظر ايضا بمنظور اخر للامكانيات ننظر إلى اولياء الامور الى الطلبه نراعي كل ذلك معنا شباب مداخله هاتفيه ولا ايه طب طيب احنا هنروح برضو لليوم الطبيب يوم الطبيب يوم الطبيب ده هيكون مؤتمر اسمه مؤتمر يوم الطبيب وده هيعقد في القاهره في مصر يوم 10 مارس. الجنود اللي طبعا هم جنود فعلا زي الجنود اللي في الجيش هم الاطباء وهم الجيش الابيض قد ايه شفنا تضحيات الاطباء في مواجهه ازمه كورونا شفنا الشهداء وشفنا المصابين وشفنا شرفاء وعظماء بيضحوا بنفسه عشان صحة المواطنين الآخرين وغيرهم وهيكون برضو منسق الإعلامي للمؤتمر يوم الطبيب هيبقى ممكن أنه هيكون معانا برضو عشان نتكلم عن المؤتمر ونتكلم عن تفاصيله وهيعملوا فيه إيه والكلام ده كله فمؤتمر يوم الطبيب ده حاجه حلوه يعني انك تبقى عندك مؤتمر بيحتفل بالطبيب وبيكرم هذا الطبيب وبنشوف الـ 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 بنشوف الـ الطبيب قد ايه بيضحي وقد ايه بيتعب وقد بيشتغل يا جماعه دول اللي جابوا مجموعه في الثانويه العامه وكليات القمه ودخل وتعب وقعد ست سنين وبعد ست سنين الدبلومه ولا بيحضر آـ آـ الماجستير وبعد الماجستير الدكتوراه وزماله وغيرها قد ايه بيتعب سواء في الدراسه أو سواء في البحث واهله معاه وزوجته واولاده وقد ايه بنشوفهم عظماء وكانت ازمه كورونا يا ساعات في حاجات بتجينا وازمات بتجنن بتوضح لنا شوف قد ايه بقى هنا بنكتشف هذا الدور اللي ممكن يكون بعض او المجتمع انصرف نظره عنه او او بعد فهيبقى المؤتمر ده احنا احنا مين معانا اه ودلوقتي اهو بمناسبه يعني مؤتمر يوم الطبيب يعني بيسعد بيسعدني دلوقتي معايا على الهاتف الاستاذ هشام الصيفي المنسق الاعلامي لمؤتمر يوم الطبيب اهلا وسهلا بك استاذ هشام اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك في حوار هادف وكلمنا بقى دكتور يعني في 10 مارس هيقام مؤتمر يوم الطبيب الفكره ايه والمؤتمر هيعقد ازاي وهيكون في مين ومين يعني التكريمات ايه يعني قول لنا يعني والله مبدئيا يعني باذن الله المؤتمر هيكون يوم الطبيب عشر 10 مارس يوم الاربع الجاي هيكون في فندق القاهره تمام المؤتمر يعني فريد من نوعه ولسه ما حصلش لا في مصر ولا الوطن العربي كله م. الفكره بتاعتنا هو تكريم اسر شهداء كورونا من الاطقم الطبيه او الجيش الابيض نعم هيحضر معانا عدد من النقابات طبعا وعدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ. جميل. لقينا دعم كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت من اول ما بدانا في الفكره دعم من كل المؤسسات. طبعا ده بيندرج تحت تكريم اسر الشهداء جايين لنا شهداء باذن الله هيحضروا من كل الاطقم الطبيه. نعم. مقدمه المؤتمر بالكامل الأستاذ ريهام سعيد. نعم. بس دي تفاصيل طبعا خاصه بالمؤتمر نفسه يعني هل نسقتوا إيه؟ هل نسقتوا مع نقابه الاطباء الاسر الشهداء وكده ولا يعني كيف تم التواصل لمعرفه بيجري حاليا الاتفاق على كل الاتفاقات اللي حضرتك بتقول عليها يعني نعم إيه ومعانا بعض النقابات اللي اكدت علينا بالفعل وادعمتنا كمان بالنسبه للارقام بتأثر الشهداء اللي تم التواصل معاهم. لا. احنا هدفنا طبعا الدعم المعنوي لكافه اسر الشهداء مم. خصوصا اثناء الجائحه اطقم التمريض كلها لينا منا كل الدعم والاحترام. ايضا التمريض وجا... يعني جميع الاطقم الطبيه. وعمال النظافه وعمال الصحه. كل الناس دي وكل الفئات دي طبعا متكرمه معانا في المؤتمر باذن الله يعني الفئات كلها الاطباء والمساعدين ليهم والتمريض والاطقم الطبيه كل احنا هدفنا هدفنا وحيد وهو واو. تكريم اسر شهداء الاطقم الطبيه على مستوى المحافظات على مستوى محافظات مصر كلها يوم 10 مارس بالضبط. مؤتمر يوم الطبيب استاذ هشام في حاجه عاوز تقولها او يعني عن طريق برنامجنا حوار هادف تنقلها طبعا بشكركم في الاول على المتابعه دي الجيده للمؤتمر نا. وان شاء الله منتظرين يعني تكمله باقي الدعم للفكره الفكره زي ما قلت حضرتك يا مستر محمد هي جديده من نوعها ما حصلتش في مصر خالص طبعا إيه احنا المؤتمر طبعا غير هادف للربح اطلاقا نا. كل فكرتنا اللي احنا بندعم اسر الشهداء اللي ضحوا فعلا واللي شافوا كل يعني المساوئ واللي حصل كله على مدار الشهور الاخيره في جائحه كورونا هيكون في تسليط ضوء من القياده السياسيه من يعني الوزراء وزاره الصحه. طبعا كلنا ماشيين تعليما للقياده السياسيه ومؤسسات الدوله. نعم. احنا بندعم اسر الشهداء في المقام الاول. تمام. يعني انا طبعا يعني تم أنا... توجيه الدعوه لكل النقابات المختصه. نعم. وتم دعوه عدد من الرموز. وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان وكمان والجمع الشخصيات العامه no. معنا معانا المطرب احمد سعد فقره غنائيه برضه لاسر الشهداء تمام فان يعني. شاء الله يكون يوم جميل باذن الله نقدر نسعد فيه كل اسر الشهداء اللي هتحضر معانا باذن الله ونتمنى بقى تكمله الفكره كمان خلال الفتره الجايه وان هي تتعمم في كل المحافظات نعم. واللي احنا نقدر فعلا ندي الاسر الشهداء حقهم باذن الله يوم مؤتمر الطبيب 10 مارس يسلط الضوء على الاهتمام بالاطباء والمنظومه الطبيه كافه في مصر في كل محافظات مصر لتكريمهم واسرهم كل التوفيق لمؤتمر يوم الطبيب شكرا كان معي هاتفيا الاستاذ هشام الصيفي المنسق الاعلامي لمؤتمر يوم الطبيب شكرا جزيلا لك اعزائنا آه المشاهدين انتهت اخبار آه على الطاير، انتهى حديث الساعة ودلوقتي آه يعني هننطلق إلى حوارنا وحوار ضيفنا اليوم عن المنتجات الصيدلانية أو المنتجات الطبيعية بقى، مش هنلجأ للأدوية، هنلجأ لمنتجات طبيعية بناكلها عشان تدينا طاقة تدينا مناعة صحتنا ترجع للأفضل في حوار جامد جدا هنتكلم فيه مع الخبير للأدوية الصيدلانية تابعونا بعد هذا الفاصل في حوار هادف. Să nu.